بسم الله الرحمن الرحيم. عملية زراعة القوقعة دي عملية إن الأطفال اللي ما بيسمعوش خالص اتولدوا ما بيسمعوش وعندهم مشكلة في القوقعة بيتعمل لهم العملية دي عشان تعوض مكان القوقعة دي. دي مش عملية نقل زي مثلا نقل زراعة كلى أو زراعة كبد، لا دي عملية بنغرس فيها جهاز إلكتروني جوه الأذن الداخلية علشان يعوض عن ضعف القوقعة كشغل. بنعملها لمين؟ بنعملها للأطفال اللي زي ما قلنا بيتولدوا ما بيسمعوش، ودلوقتي في برنامج اسمه برنامج المسح السمعي. أول ما الولد بيتولد أو الطفل بيتولد بيتعمل له المسح السمعي، ده بيتعرف إذا كان بيسمع أو ما بيسمعش. لو هو ما بيسمعش بيجرب له الأول سماعات، لو السماعات دي فشلت بنعمل عملية زراعة القوقعة. فايدة العملية دي ان هو لو الطفل ده ما عملهاش والسماعة غالبا في الحالات دي ما بتجيبش نتيجة، فبالتالي مش هيسمع وبالتالي مش هيتكلم، لان احنا بنتكلم بناء على ان احنا سمعنا الاصوات وعرفنا الكلام وبالتالي عرفنا نقدر نتكلم بعد كده. فلو افترضنا ان هو ما عملهاش هيبقى طفل معاق اللي هو لا يسمع ولا يتكلم، يبقى اصم ابكم، فبالتالي مش هيقدر ينخرط مع المجتمع، مش هيقدر يسمع الأصوات حتى خبطة باب أو جرس تليفون، حتى هو معدي الشارع ما يقدرش يسمع الأصوات دي خالص. فطبعا بتفرق خالص مع الطفل ومع أهل الطفل نفسه. مفيش عملية في الدنيا ملهاش أخطار، كل عملية لها أخطار من أصغر عملية لأكبر عملية. هو دايما السؤال اللي بنسأله، هل الأخطار المحتملة دي تساوي الفايدة المحتملة؟ فلو كانت الأخطار المحتملة دي أكتر من الفايدة خلاص ما نعملهاش، إنما لو الفايدة أكتر كتير من الأخطار فبنتكل على الله وبنعمل هذه العملية. هنا الأخطار قليلة جدا بالنسبة لعملية زراعة القوقعة، بالضبط زي أي عملية أذن. عملية أذن ممكن يبقى لها مشاكل، فدي برضو بيبقى لها مشاكل نفس أهم مشكلة بالنسبة بقى لزراعة القوقعة نفسها، إنه ممكن يحصل التهاب في الجزء المزروع من القوقعة وبالتالي الجسم بيرفضه، ويا إما بيتعالج علاج طبي وقتها بالأدوية، يا إما لو ما قدرناش فبنضطر نشيل الجهاز ونغرس جهاز تاني. كان معاكم الدكتور فتح عبد الباقي أستاذ الأنف والأذن كلية طب اسكندرية، ومنتظرينكم في حلقات تانية من The Clinic.